لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. فلازم تساند الفريق في المرحلة اللي جاية، ما تستنلوش غلطة يعني، لأن المرحلة دي مش سهلة على الإطلاق. أيوة بس الجمهور ما يتحملش المسؤولية، ما يتحملش خالص المسؤولية. لكن امبارح كل مسؤولي المصري بيلوموا الجمهور ان هو جاي يهاجمهم من قبل الماتش ما يبدأ. فمهم جدا، انا عارف ان المصري ارتبط بشدة بالكابتن حسام حسن، لكن مش معنى كده ان من بعد الرحيل تبقى تفضل تهاجم اي حد. المصري بعد وقت بيخسر. بص، من بعد رحيل حسام حسن بصراحة النتائج وحشة جدا. 9 ماتشات فوز 1، 4 خسائر، 4 تعادلات. يبقى اذا الجمهور ايه اللوم اللي عليه؟ لا مفيش لوم، لكن تساند. لكن أيوة انت لازم في شعرايه ما بين انك تبقى متضايق من الخسائر النهارده، في شعرايه ما بين انك تبقى متضايق من الخسائر وانك تساند علشان تقوم على كل واحد. مشكله الفتره اللي فاتت المنظومه الرياضيه ان كل واحد ما بيقومش بدوره او مش عارف دوره، فتلاقي الجمهور عايز يبقى مسؤول او عايز يبقى صحفي او عاوز يبقى اعلامي، والمسؤول بيتضايق من الانتقادات وقت ما بيتعرض فريقه لخسائر، مش عايز حد يكلم. دايما المسؤول في اي نادي مش عايز حد يكلم، لا اعلام ينتقده ولا جمهور يصب غضبه على سياساته. وبالتالي لا يعني الموضوع، انا شايف ان الجمهور يعني مجلس الإدارة ليس عليه لوم في يعني ان هو يوجه لهم سوري للجمهور. طيب ده الشكل الافريقي. الاهلي اللي هو كان قص شريط المصريين في دور ال 32 من البطولات الافريقيه، ده كان يوم الجمعه اللي فاتت، اعلن عن مديره الفني، وبكره الظهر ان شاء الله الساعه 12 سيقدم هذا الرجل الاوروغوياني اللي لم يذكر اسمه من ضمن اسماء كتيره جدا اعلنت، هو مارتن لاسارتي. المدير الفني الأوروغوياني يقود الفريق بداية من بكرة في ظل ثورة قرارات بدأت من امبارح بالليل ومستمرة حتى الآن. آخرها كان إصدار شكل قطاع الكرة اللي انتظرناه تقريبا ما يقرب من شهر. إزاي شايف القرارات الحالية يا إسلام يا صادق؟ هو الأول لاسارتي ولا لازارتي؟ لاسارتي. موقع الأهلي الرسمي مصمم إنه لازارتي. انا همشي ورا موقع الرسمي. لا انا مش ورا اسمه، يعني انت مش ورا موقع الرسمي النادي الاهلي. هو اسمه لاسارتي. هو قال لك لا بالاس، يعني اس يبقى لاسارتي. ايوه ماشي، هو قال لك. لو هو قال لك يبقى هو هيقولها بكره اكيد في المؤتمر الصحفي اكيد. يعني المنطق بيقول انك هتساله اسمك لازارتي ولا لاسارتي. انا مش هروح عشان هيقول يعني للصحفيين، لكن هو لاسارتي. لكن خليني اقول لك ان التعاقد مع مدير فني ده كان مهم جدا، ان ما يكونش من ضمن الاجتهادات. خلي بالك ما كانش الاجتهادات الاعلاميه، ما لا تلوم اي اعلامي او صحفي كان بيكتب اسماء معينه، لان المتبع في المنظومه التعامل مع اخبار النادي الاهلي انك انت بترجع للمنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي، وكان بيكون عن طريق المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي من المدربين، بعض المدربين اللي كان بيتردد اسمهم او مرشحين للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. الاهم، سيبك بقى من الكلام ده كله، هو الاهم هي القصه هنا انتهت في النادي الاهلي ولا لا؟ يعني البعض شايف ان المدير الفني للنادي الاهلي هو ده كان الكل مستنيه. مظبوط. وبالتالي ازمه النادي الاهلي كده خلصت. لا، ازمه النادي الاهلي ما خلصتش. ازمه النادي الاهلي في اللعيبه، في الصفقات الجديده، في التعاقد مع لاعبين مميزين اللي هيكون اولهم خلال يعني كام يوم، خلال ايام رمضان صبحي. ايه رمضان صبحي؟ ده انت اصلا انت بتقولها كده وانت معدي. ماشي، دي هتكون اول صفقه قويه جايه رمضان صبحي. انا بشوف ان هو طبعا هيكون. لا بتشوف، لكن اقصد المعلومه جاي. المعلومه ما انه جاي. انا بقول لك المعلومه ان رمضان صبحي خلال ايام هيكون موجود، يعني سيتم الاعلان عن التعاقد او عن عوده رمضان صبحي مره تانية للنادي الاهلي في ظل المفاوضات مع مسؤولي نادي الانجليزي. يمكن النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كان عايز يزود مده الاعاره تبقى سنه ونص، في حين ان نادي كان عاوز 6 شهور بس. مسؤولين في النادي الاهلي وهو هنا ديت لسه هي نقطه الخلاف،
لكن بتقترب من الانتهاء. انه 6 شهور اعارة لسه لغاية دلوقتي مدة ما تحددتش. فاللاعبين والصفقات اللي بتعلن هي الأهم دلوقتي بالنسبة للأهلي علشان يعود إلى يعني المكان اللي بيليق بالنادي وبيليق بطموحات الجمهور. ارجع لمانويل جوزيه اللي ما كانش حد يعرفه. فمانويل جوزيه اللي ما كانش حد يعرفه بقى واحد من أهم المدربين في تاريخ النادي الأهلي، لأنه كان معاه مجموعة من اللاعبين المميزين جدا. ارجع لمانويل جوزيه بعد ما ساب النادي الاهلي، فشل ولا نجح في تجاربه؟ الفكره ان هي تكامل ما بين اللاعبين والمدير الفني. هو رقم واحد بيكون اللاعبين بتختار يعني لاعبين. هديك مثال، بتختار مثال حالي دلوقتي. لعيبه المصري هي نفسها اللي كانت بتنافس على التاهل لنهائي الكونفدراليه مع حسام حسن، هي دلوقتي نفسها اللي بتصارع ضد الهبوط في الدوري مع تغيير المديرين الفنيين. ما تقارنش المصري بالنادي الاهلي. لا، بتكلم في ان المدير الفني بيتكامل مع لاعبين جيدين بيعملوا فريق كويس. كامل احترامي للنادي المصري، لكن فتره من الفترات النهارده خلينا نروح للمنافس التقليدي للنادي للنادي الاهلي اللي هو نادي الزمالك. نادي الزمالك عشان عنده مجموعه من اللاعبين المميزين جدا وعنده دكه بدلاء قويه، وبالتالي انت النهارده ما بتتكلمش على صفقات كبيره محتاجها. محتاج يعني زي ما قلت لك راس حربة وهم بيحاولوا خلال الفترة اللي فاتت، محتاج حارس مرمى. انا ما زلت مصر انه هو محتاج حارس مرمى بجوار جنش، لان الزمالك هيكون عنده ازمة في حالة تعرض جنش لاي اصابة، وبالتالي اللاعبين عليهم دور كبير جدا. ارجع لنادي الزمالك نفسه لما خد حسب بطولة الدوري والكاس مع فريرة، كان بيمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، وبالتالي اللاعبين انا بشوف ان هم بيمثلوا 70% من قوة الاهلي او الزمالك. محمد يوسف هيقود مواجهة النجوم بكرة، وهيقود مواجهة جيما جافر، بعدها يعود من احتفالات الكريسماس لاسارتي اللي يقود اول مواجهة هتكون مع الداخلية قبل نهاية هذا الشهر، بعدها يلعب مع امبي. فالداخلية اول من سيختبر قدرات لاسارتي. لكن محمد يوسف اعلن 20 لاعبا لقائمة الغد، خرج منها شريف اكرامي من اجل اراحته خوفا من المجازفة بي. فمحمد الشناوي وعلي لطفي هم الموجودين في حراسة المرمى، سليف كوليبالي، احمد علاء، محمد هاني، باسم علي، ايمن اشرف في الدفاع، بمعنى ان سعد سمير لن يتواجد، عمرو السوليه، هشام محمد، كريم ندفد، احمد حمدي، احمد حمودي، اسلام محارب، احمد الشيخ، ميدو جابر، ناصر ماهر، محمد شريف، مؤمن زكريا، مروان محسن، ووليد ازارو اللي بيعود مره تانية الى قائمه الاهلي. ومن ضمن، وده اخر سؤال عن الاهلي قبل ما نروح لاخبار تانية، اكيد الناس كلها مهتمه اللي بيحصل في انفيلد، مباراه ليفربول مع مانشستر يونايتد، بعد ما اسالك على انه ولا هيثم عرابي ولا محمد فضل ولا حسام غالي موجودين في التشكيل الجديد لقطاع الكرة، كيف جاءت هذه القرارات؟ فاكر انا قلت لك من فترة كان هنا ولا مش فاكر ان النادي الاهلي ممكن يتخذ قرار باستبعاد الثلاثي، باستبعاد الثلاثي او توجيه الشكر للثلاثي. ليه؟ ليه عمل كده؟ ليه؟ علشان هو بيبعد طبعا المشاكل اللي تعرض ليها الثلاثي خلال الفترة اللي فاتت، سواء بالنسبة يعني الأزمة اللي حصلت ما بين حسام غالي ومحمد فضل من ناحية، ومجلس الإدارة بعد الإعلان عن تعيين أو انضمام هيثم عرابي وكيل اللاعبين للجنة التعاقدات، وبالتالي في نفس الوقت تعرض المسؤولين في النادي الأهلي لانتقادات بسبب طبعا ضم أحد وكلاء اللاعبين للجنة التعاقد. فأنا بشوف أن يعني مجلس الإدارة رايح نفسه أن عشان الانتقادات اللي تعرض ليها، سواء بأن هو كان التزم الصمت بعد أزمة حسام غالي ومحمد فضل ودخولهم أو دخول حسام غالي تبع مجلس الإدارة، ونفس الامر تعرض لانتقادات من الناحيه الثانيه انه هيضحي باولاد النادي اللي هو حسام غالي ومحمد فضل مقابل ان هو يبقي على يعني احد وكلاء اللاعبين اللي ليس له اي قوه سواء على السوشيال ميديا. وبالتالي ده اللي كان الكلام داير فيه خلال الفتره اللي فاتت. لكن هو عنده قوه داخل السوشيال ميديا بسبب
ما تراه السوشيال ميديا انجازات عملها في الوقت اللي تولى فيه المسؤوليه. السوشيال ميديا لن تدير الانديه لكنها تدير الانديه. لا ولا هي لن تدير لكنها ولا تدير ولا تدير نادي بحجم النادي الاهلي. هي تؤثر على قرارات الاهلي حاليا؟ لا يعني انا شايف ان بالقرار هي بتؤثر حاليا على القرارات. انا شايف بالقرار دوت النادي الاهلي بيعيد مره تانية الامور الى نصابها الصحيح. لو كان كده كان مشى هيثم عرابي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.